الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نأخذ بعض آيات من سورة النمل تتعلق بقصة سليمان عليه السلام. سورة النمل، نعطي فكرة شوية كخلفية قبل تفسير بعض الآيات. احنا ما بدنا طبعا ان نفسر القصة المتعلقة ب سبأ وسليمان عليه السلام، لكن جاي نعطي فكرة تاريخية في البداية شوية. هي اولا سبأ، مملكة سبأ هي من أعظم الممالك اللي نشأت في الجزيرة العربية، بالذات في اليمن، كانت عاصمتهم مأرب، مأرب في اليمن. ومعروف لدى الناس موضوع السد، سد مأرب، واللي هو لا يزال يعني في آثار موجودة بتدل على أنه يعني مملكة سبأ كانت بلغت أوج في الحضارة، إلى درجة موضوع اليمن السعيد هذا كان يطلق على اليمن من الأمم القديمة اللي كانت مجاورة أو في علاقة مع سبأ. يبدو أنه بلغت مملكة سبأ مبلغ كبير في موضوع الثروة والمدنية والهندسة المتعلقة بالسد. لحد الآن ممكن أنت تعرف المستوى اللي وصلوا له سبأ، إلى درجة أنه لو أخذنا الجزيرة العربية اليوم بشكل عام، كل الآثار للممالك المختلفة في الجزيرة العربية يعني أقل من ما اكتشف من آثار تتعلق بمملكة سبأ. الأمم المجاورة أو اللي كان في يعني احتكاك مع السبائيين كتبت حول مملكة سبأ، يعني مثلا أكثر ما كتب في الكتابات اليونانية القديمة، الكتابات اليونانية القديمة حول سبأ، يعني وجد أيضا في كتابات الأشورية، الأشوريين في العراق. طبعا الأشوريين هي قبائل عربية جت من الجزيرة العربية واستوطنت منطقة الفرات، وبعدين انساحت في المنطقة وسيطروا على سوريا الطبيعية وقاتلوا مصر. الأشوريين ذكروا سبأ، وكانت يعني مملكة قوية حتى عسكريا، وتوسعت إلى درجة أنه انتقل سلطانها إلى منطقة الحبشة، يعني على الجانب الآخر من البحر الأحمر، المملكة السبائية. التقديرات من ناحية زمنية طبعا ما فيش اشي يقيني في مسألة التاريخ، انه لما يقولوا انه مثلا نشأت في القرن العاشر قبل الميلاد، يعني ايش عاشر؟ 950 عاشر، 990 عاشر، بشكل قبل الميلاد، قبل الميلاد. في مؤشرات بتقول لا قبل، يعني بين 1300 و1500، 1300 و1500 قبل الميلاد ممكن يكون هذه الفترة اللي نشأت فيها مملكة سبأ. طبعا لكن يبدو بلغت أوجها في قرون بعد هيك، القرن السابع العاشر والتاسع والسابع، وقلنا انه كانت قوية عسكريا وتوسعت وهزمت ممالك مختلفة في المنطقة، مملكة سبأ. اليوم في التاريخ اذا بتلاحظوا، لما بدنا ندرس تاريخ اي امة، مش فقط عضو ما يروى في المنطقة او الاثار الموجودة، في امم ثانية
وخصوصا انه السبائيين كانوا تجار ايضا، كانوا مسيطرين على فكرة في الطريق التجاري من اليمن الى فلسطين. على فكرة كان في طريق هون مشهور بمر بمحاذاة البحر الاحمر من اليمن، بظل ماشي لما يوصل جنوب البحر الميت، كان في تفرعات الطريق هذا، طريق دولي كان وقتها، بروح واحد على غزة والثاني بيصعد، يعني لما يتفرع لما يوصل فلسطين جنوب فلسطين بيتفرع، جزء بروح على غزة، جزء بيستمر او طريق بيستمر في اتجاه الشام. والقرآن في سورة سبأ، كون في سورة اسمها سبأ، هذه قضية يجب الاهتمام فيها ودراستها. سورة تسمى سبأ معناته في مسألة مهمة في هذا الموضوع. وفي سورة سبأ ذكر أو أشار القرآن إلى العلاقة القائمة كانت بين اليمن وفلسطين، وجعلنا بينهم، المقصود هون بين إيش؟ منطقة السبائيين، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، إيش المقصود القرى التي باركنا فيها؟ فلسطين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا، وسبق قلنا أن القرى هي المجتمعات البشرية، لأن القرى فيه معنى الجمع، والقرية هي الجمع يعني المجتمع، مش القرى بالمفهوم اليوم، يعني مش القرى بمفهوم اليوم. وجعلنا بينهم السبائيين يعني وبين القرى التي باركنا فيها فلسطين يعني قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير قرى ظاهرة، بحيث انه التجارة وهي سايرة تصوروا كل الطريق تقريبا آمن. كيف آمن؟ نتيجة تقارب البلدان، تقارب البلدان، بحيث هالرحلات هاي ما كانوا يحتاجوا يأخذوا معهم الزاد، لأنهم أصلا بينتقلوا من بلد لبلد بشكل مستمر. طبعا تعرفوا البلاد زمان كانت زراعية، وطرق كلها مأهولة من اليمن حتى فلسطين، مأهولة قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، يعني نعمة الله انه السير كان مقدر لصالح هؤلاء الناس وتجارتهم، بحيث يعني ما كانوا يمروا في صحاري بعيدة او مناطق فيها مجاهيل وفيها خوف وفيها خطر، لا لا، كله قرى ظاهرة. بمعنى انت لما تنظر من بلد ترى بالعين المجردة البلد اللي بعدها. وقدرنا فيها السير. الآن مش موضوعنا سورة سبأ، احنا الآن في سورة النمل، سورة النمل. والسبائيين كانوا مسيطرين على هذا الطريق التجاري، تصوروا مسيطرين. وممكن يكون طبعا الأشوريين لما سيطروا في المنطقة كانوا السبائيين يدفعوا بعض الأتوات على أساس يسمحوا لهم يمروا في منطقة السيطرة الأشورية في بلاد الشام. وفي الكتابات الأشورية موجود هالكلام، موجود ذكر لما تدفعوا مملكة سبأ للأشوريين أيام سرجون مثلا، سرجون الثاني مثلا من الأسماء البارزة في التاريخ الأشوري. الآن كون قصة سبأ ترد أولا في سورة سبأ وتسمى سورة سبأ، هذه قضية مهمة. ثم في سورة النمل مرة أخرى، في سورة النمل مرة أخرى. الآن سليمان عليه السلام يعلم أنه هناك مملكة في اليمن اللي هي سبأ يعبدون الشمس، إذن هم عباد الأفلاك، هم بيعبدوا الشمس، وعبادة الشمس كانت موجودة في عدة أمم، سواء كان في العراق أو في اليمن، بلاد فارس إلى آخره، في عبادة الشمس يعني والقمر كمان. علم سليمان عليه السلام أنه في أمة تعبد الشمس، بتعرفوا القصة، فبعث برسالة إنه من سليمان، هذه الآن في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا هذا دليل على أنه بعض القرآن كان ينزل في الأمم السابقة، بعض القرآن، وهذا سبق لفتنا الانتباه له، لأنه هذه آية قرآنية
وهي قرآنية ونقرأها في بداية كل سورة كمان، وهي آية من الفاتحة وآية من سورة النمل أو جزء من آية في سورة النمل مثل ما أنتم لاحظين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. معناته إيش المقصود بمسلمين؟ هو مش المقصود بمسلمين بمفهوم اليوم، مفهوم اليوم إنه يعني الدين الإسلامي، الدين الإسلامي لا، هون المقصود في البداية ورح نشوف كيف تتطور المسألة، المقصود بيأتوا خاضعين لسلطان سليمان. لاحظوا لاحظوا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لمين؟ لي. وهذا على فكرة أمر لافت الانتباه، إنه معناته سليمان عليه السلام كانت دعوته كنبي غير مقصورة على مكان محدد، هو موجود في بلاد الشام هنا وبالذات في فلسطين ولبنان إلى آخره وشرق الأردن كمان، انه اليمن كمان لما يعني علم انه في امه تعبد الشمس، وهذه امه كان قلنا كانت نهضه من ناحيه الحضاره والمدنيه والتجاره والقوى العسكريه، وحتى على فكره في القوى العسكريه اذا بتلاحظوا الايات اشارت شو كان اول رده الفعل لما استشارتهم، شو قالوا؟ نحن اولو قوه واولو باس شديد، يعني إذا كان على القوة ما يهمكيش لأنهم هم أصلا كانوا أقوياء. وفي علاقة قوية جدا بين قوة الاقتصاد والقوة العسكرية كمان، قوة اقتصادية وعسكرية ما بدعموا بعض. فإذا بس لاحظوا أنه بمجرد ما علم سليمان عليه السلام أنه في ناس بيعبدوا الشمس أرسلها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بدكم تكونوا خاضعين. وهذا بجوز الآن بعض الناس يستغرب هذه اللهجة من سليمان عليه السلام، مش كل شيء بذكر القرآن، مش كل شيء في رسالته بذكرها بذكر القرآن، بدليل أنه هي لما قالت لهم أنه لقالت للملأ لما جمعتهم ألقي إلي كتاب كريم، يعني مش بس كان في الكتاب الأمر بالخضوع للسلطان برضو يبدو، لكن القرآن بيأخذ احنا بنستشف كتابه كاين في أمور من ضمنها كما قلنا لما هي وصفة الرسالة ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هل كانت بتعرف سليمان هي على فكرة؟ هو ممكن بيعرفهاش، هو ممكن بيعرفش عن ناس في أقصى الجنوب، لكن هو ممكن صيته بين الأمم واصل سليمان، فهي ممكن تعرف سليمان على فكرة، لكن هو ما بيعرف كان، بدليل إنه مجرد ما عرف إنهم بيعبدوا الشمس أرسل ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هون خلينا أتوقف شوي، إيش هذه اللهجة؟ هذه اللهجة الحقيقة إنه الأمم القديمة كانت الملوك والزعماء لها دور بفرض عقائد، بفرض عقائد على البشر. الأمم اليوم على فكرة غير عن زمان، زمان كان يسهل السيطرة على البشر والإملاء عليهم، و حتى بالدين انت تذكروا مثلا لو قرأنا في تاريخ بريطانيا لما اختلف ملك بريطانيا مع البابا، شو اسمه ملك بريطانيا المشهور هذا؟ هنري الثامن اختلف مع البابا، فأدى هذا الاختلاف، طبعا هو ليش اختلف مش موضوعنا، هنري كان بده يتجوز غير يعني بده يعدد نسوان، البابا ما سمحلوش وصار بينهم اشكالات. المهم
فقرر هنري الثامن يحول بريطانيا من كاثوليك الى بروتستانت، ولحد اليوم بروتستانت. قرر مين اللي يحولهم؟ قرر يحولهم هنري الملك. فالملوك كانت تتصرف في رقاب الشعوب، ولحد اليوم لا يزال في من اثار هذا الكلام. وبالتالي لا يعقل واحد مثل سليمان عليه السلام آتاه الله ملك عريض وقوة انه يسمح بانه اي نظام حاكم يتسلط على شعوبه ويفرض عليهم عبادة معينة. ممكن تقولوا ما فرضوهم، ما في النهاية تقبلوا. لا، لان المسلمين اذا بتلاحظوا لما اكتسحوا العالم كانوا يسكتوا الانظمة ويتركوا الشعوب تختار، لانه اصلا العائق الحقيقي النظام قديما. والان حتى لما تقولوا للدول الغربية، يعني بالكم الشعب الامريكي كثير يعني بفهم، لا، القوى المسيطرة هي اللي بتسيروا كما تشاء، والقوى الرابعة في الإعلام والتفاصيل. وبالتالي لا يعقل رجل كسليمان، الله سبحانه وتعالى آتاه كل هذه السلطة، يأذن بأن تستعبد الشعوب وتعبد لغير الله. ولذلك مشان ما توقفوش عند هذا الكلام، إيش هاللغة هاي؟ هاي اللغة اللي كان لازم يقولها سليمان عليه السلام، لأنه أصلا هذه اللغة الممارسة على الشعوب، وتضلل هذه الشعوب وتعبد لغير الله. فالكلام موجه لمين؟ للسلطة في سبأ. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، تمام؟ وهذا يجب أن يكون مسلك المؤمن في رفع الاضطهاد عن الشعوب وكسر الحواجز اللي بتمنع الناس تختار. ما بيجبرك، بس ما بيجوز احد يجبرك انت من خلال السلطة. لذلك هو موجه للسلطة، للملأ في سبأ. طيب، هذه المرأة كما تعرفوا استشارت، ويبدو ان عندها فكرة عن سليمان، لانه قوية هي أصلا وجيشها قوي، لكن واصل يبدو صيت هذا الرجل اللي لحد الآن ما كانش عارف فيها. لما عرف حسمها تيجوا هون، تمام، مستسلمين. المهم هي بعتت هدية، ما يسمى بالعهد القديم اللي هو من ملحقات التوراة، في مثلا سفر الملوك، في سفر الملوك اللي بسموه الملوك الاول، في سفر الملوك اول، سفر الملوك ثاني، في اخبار ايام او اخبار ايام ثانيه سموئيل، هذول غالبا بتكرر القصص فيهم، بتكرر. بذكروا قصه سبعه فكره موجود، بس ايش قصتها؟ انه هذه المراه، لاحظوا الفرق بين القران والعهد القديم. في العهد القديم انه هذه المراه تسمع عن حكمه سليمان، فتأتي هي إله. شوف الآن كيف القصة، فين؟ في سفر الملوك الأول، إنها بتسمع بقصة سليمان، فهي بتأتي إله، طبعا في أبهة الملك وهدايا جايبة كمان، الهدايا وتفاصيل معها، وتأتي لتمتحنه وتمتحن حكمته، تأتي لتمتحنه وتمتحن حكمته، فيكون اللقاء وأخذ الرد، فتعترف بحكمة سليمان عليه السلام، تعترف بحكمته، ثم تقدم له الهدايا، وبده يفصلوا لك شو الهدايا كمان في سفر الملوك. قدمت له كذا وقدمت له كذا وقدمت له كذا، ومن بينها حتى من بينها مثلا خشب من النوع الفاخر، وانه كيف بيستخدم سليمان الخشب هذا في كذا، تفاصيل شو جابت هدايا كمان طبعا. وفي المقابل سليمان عليه السلام بيقدم لها، برد لها كمان هدايا. بقول لك ايش رد لها سليمان هدايا؟ نوقف هون شوي. اذا بتذكروا لما قلنا انه في القرآن الكريم ذكر سليمان عليه السلام 17 مرة، في 17 مرة ولا مرة القرآن يذكر انه سليمان له علاقة باليهود وله علاقة ببني اسرائيل، ما فيش في 17 مرة. داود عليه السلام ذكر 16 مرة، فقط مرتين
بتشعر انه في علاقة مع اليهود مع بني اسرائيل اقصد. منهم المرتين ايش؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. هاي اول علاقة، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. بعدين المرة الثانية اللي بتشعرك انه في علاقة ببني اسرائيل، وقتل داود جالوت. طبعا هو جالوت اصلا كان اللي بيقود الجيش طالوت في المقابل جالوت، معناته كان داود في جيش من طالوت اللي هو بيقود بني اسرائيل، اللي هو كان ملك صالح يعني عكس ما بوصفوه هم. ماشي. هذا بس هذا بالنسبة لداود. بالنسبة لسليمان فيش اي كلام في العلاقة باليهودية ولا ببني اسرائيل، وهذا ملفت، هذا ملفت. ولذلك نجد اليهود بيحقدوا عليه الى حد كبير. منين بتجد هذا الكلام انهم بيحقدوا عليه؟ في كونهم يقولوا انه كان ملك ظالم عبد الاوثان ارضاء لزوجاته الوثنيات، وكان كافرا ومات كافرا وكان ساحرا. ليش؟ لانه كان ذاللهم، بدهم اياها دولة عنصرية، وهو اذا بتلاحظوا دولة حق الى درجة بيسمع في اليمن بروح بيصلح الاوضاع. تمام. هذا بس يبدو سبق انه تكلمنا في هذا الموضوع، سبق تكلمنا. طيب الان عرف سليمان عليه السلام ان هالمرأة هاي جاي تقدم له الطاعة، تخضع لسلطانه. عرف كيف؟ عرف التفاصيل، بيهتمش القرآن بالتفاصيل هاي كلها، لكن بتشعر انه خلص المرأة جاي، هيها جاي هي وفد تقدم الطاعة، مش تناقش الموضوع، لانها مش جايبة معها جيوش. لانه لما بعثت له هدية، لما بعثت له هدية، وشوف الفرق بين التوراة الان والقرآن، قال اتمدونني بمال، تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. انتبهوا الآن، ترشوني بضمير شو؟ ترشوني. في حين في التوراة، في العهد القديم، جابت له هدايا وبقعدوا يفصلوا لك شو الهدايا، وحتى صار يستخدم هداياها في امور وبعدين هو يعني رد الجميل بهدايا وخلصنا. وين الدعوة الى الله؟ وين تصليح الاوضاع؟ تمام. ارجع لاحظوا في فكرة من الملفت، تشوفوا دقة التعبير القرآني. فلما جاء سليمان، أنو اللي جاء سليمان؟ الرسول، رسولها هي. فلما جاء سليمان قال، يعني لما جاء الرسول سليمان قال أتمدونني بمال، هي بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. بشك اعتبار على فكرة شو بيفيد هو الهدية اللي بعثتها، هذه الهدية وجود الرسل. الرسل لما بوصلوا بيعرفوا مين سليمان بالضبط، قوته من خلال الناس بيسمعوا صيته تفاصيل، بيكونوا أذكي هذول الرسل وبيرجعوا بالتقرير. فناظرة بما يرجع المرسلون، مين هذا يعني؟ قديش قوته؟ ايه نقدر منقدرش؟ تفاصيل. يعني هي زي ما بنقول احنا قيس قبل ما تغيس، وهي قبل ما تغيس قاست. كيف قاست؟ قاست عن طريق الهدية هاي اللي هي كانت يعني وسيلة انه يجوا هالرسل ويشوفوا مين ايش ده توزن، مين اللي بيهدد، مين اللي بيقول تعالوا. بجوز سمع فيه هيك ولكن بالتفصيل. رجع لاحظوا فلما جاء، شوفوا مش لما جاءوا، جاء فرد واحد، الرسول فرد واحد. بعدين لما قال له قال ارجع، يرجع يرجع إليهم بشيك، لأنه صح ممكن يكون جاي وفد ومعاه الهدايا والتفاصيل، لكن غالبا اللي بيدخل على الملك مين؟ المرسل الأول، السفير. السفير انتبهتوا دقة القرآن؟ هم أكيد جايين جماعة، لأن هي قالت فناظرة بما يرجع إيش المرسلون، جماعة
لكن هالجماعة طب وصلنا البلد بدنا ندخل على الملك، مين اللي يدخل؟ ليكون الجماعة بدخلوا على الملك، هذا ما يسمح به، هذا ما يسمح به خصوصا زمان. يفرضوا هالجماعة هذول عشرة من أكبر الأبطال، وزمان كانت معتمدة المسألة على القوة. مين قال إنه كان يسمح الدخول على الملوك بشكل جماعي بهذه الطريقة؟ هذه خطيرة. بعدين مش كل الناس بيصلحوا يدخلوا، واللي حامل الرسالة هو اللي يدخل، ولذلك شوفوا الدقة. فلما جاء سليمان، يعني إذا مين اللي جاء؟ الرسول أجل مين؟ ودير أتى مطلق حضور، لكن المجيء إيش؟ قرب، قرب. فلما أن جاء البشير ألقاه، أن جاء، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. إذا حتى نفهم القرآن أحيانا متى يستخدم جاء ومتى يستخدم أتى. الإتيان مطلق حضور، الحضور، لكن عندما يكون هيك قرب شديد شو بكون؟ جاء. فلما جاء سليمان، أيوه لاحظ صار في حضرته، قال أتمدونني بمال؟ بعدين شو قال له؟ ارجع، لأنه الكلام إيش؟ رسول واحد، ارجع إليهم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها إلى آخره. طيب خلاص، المرأة يبدو أدركت أنه لابد من تقديم الطاعة، طاعة. بيكون سليمان عرف، منين بنعرف أنه عرف؟ لأنه قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هون شو المقصود مسلمين؟ مستسلمين. هون شو المقصود مسلمين؟ مستسلمين، لأنه شو هو الإسلام؟ الانقياد لأمر الآمر ونهي الناهي من غير اعتراض. الانقياد لأمر الآمر ونهي الناهي من غير اعتراض، هذا الإسلام. تمام؟ المعنى معنى في اللغة، لأنه في معنى اصطلاحي، المعنى الاصطلاحي الإسلام اللي هو الدين الإسلامي. هذه التسمية سماها إبراهيم عليه السلام، هو سماكم المسلمين من قبل. تمام؟ طيب إذا في جلسة الآن سليمان عليه السلام مع الملأ اللي هم يعني الناس المستوزرين ولا إلى آخره، اللي بيملأوا العيون أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين خاضعين. فيش أي محاولة للمقاومة، معناته أخذت الصورة واضحة واضحة. قال عفريت من الجن، هاي عفريت، هاي غريبة عفريت، عفريت مع أنه مستخدمها أنا، نقول له يا عفريت. العفريت، وليش عفريت من الجن؟ عفريت من الجن، أنتو سبق لفتنا الانتباه انه على ما يبدو البشرية بيهمش على وجه السرعة هيك، مع انه سبق حدثنا انه البشرية في فترة طفولتها زي ما احنا بنتعامل مع الطفل، الطفل من اول ما بنولد بيكون اهتمامنا فيه كامل، كل ما كبر بنخف عنه عبين ما ايش نطلقه، انت الان قادر تقوم بشؤونك. والبشرية كانت في مرحلة الطفولة وكان لها مساعدات تتم حتى تنزل ملائكة يسخر جن. هو أصلا من أول يوم قيل للملائكة والجن اسجدوا لآدم، اسجدوا ليش؟ ليش؟ قدموا الطاعة ليش؟ معناته في لهم وظيفة دنيوية وأخروية، الملائكة والجن بالنسبة للإنسان، الإنسان الأساس الإنسان. والجن والملائكة ايش يعني اسجدوا؟ يعني قدموا الطاعة، طاعة لايش؟ معناته في شيء في الدنيا، في وظيفة لهم في الدنيا بالنسبة لهذا الكائن، وفي وظيفة أخروية مش موضوعنا الآن. إذا البشرية الآن كل ما يعني صار في وعي منخف عنها، ولذلك كانوا يعلموا حتى الصناعة، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم أسلنا له عين القطر.
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجن الشياطين يعملوا. لما بلغت البشرية رشدها وقادرة تكمل ختمت الرسالات، لأن الرسالات من مهمتها إيش؟ تسريع الوعي البشري، تسريع الوعي البشري ورد الناس إلى الله، تسريع الوعي البشري ورد الناس إلى الله. ولذلك ختمت الرسالات. شو يعني ختمت؟ يعني يا إنسان الآن أنت قادر تكمل لوحدك، ما بلزموش الرسل. ولذلك بجوز عدد الرسل في التاريخ كله ما بجوز ما بيوصلش اليوم قد الدعاء في الأرض اليوم المسلمين. كم هم الدعاء في المسلمين؟ أكم 100,000 إذا ما بلغوش أكثر من المليون. ها؟ وكم الرسل عبر التاريخ كله إذا صح الحديث؟ 124,000 نبي، ومنهم مئات رسل. 124,000 نبي ومنهم 300 وكذا رسول، تمام؟ لكن اليوم الدعاء في بلد واحد قد هالعدد ممكن. البشرية قادرة تستمر؟ قادرة. ولذلك سليمان عليه السلام عندما قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، كان بيعلم انه في اشياء بتنسحب من البشر، في اشياء بتنسحب تنسحب تنسحب، فهو طلب ان يكون هذه الاشياء اللي تسحب من البشر بعضها على ايده، بحيث هو اذن هو يعلم انه في ملك، في ملك من الاشياء التي تعطى ومن ضمنها اللي اعطيت له زي تسخير الشياطين. لذلك بعد سليمان ما فيش تسخير شياطين، فيش تسخير شياطين. فانتم ما تستغربوش اذا الكلام اللي بده يكون الان، لانه اصلا الاجواء زمان غير عن اجواء اليوم. انتم مش الاطفال اللي كانوا يتم مراعاتهم. بتلاحظوا حتى في موضوع ما صح انه جبريل عليه السلام جاء في صورة رجل، عليه جاء في صورة رجل وخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا أسئلة والصحابة بيسمعوا بيسمعوا. هذه كان التعامل مع البشر. اليوم البشر ممكن يستغربوا هذه الأشياء اللي كانت قديما بيسمعوا فيها قصص عبر التاريخ كانت بتحصل وتناقلتها الأجيال بدون ما يشوفوا شيء اليوم، لأنه في أشياء سحبت وخلاص انتهى الموضوع. وبالتالي من الأشياء اللي كانت في زمن سليمان هاي في الجلسة مين؟ عفريت. هذا العفريت يراه سليمان ولا غير سليمان كمان؟ شو القانون؟ ندريش. متشخص مش متشخص؟ شو قدرة المهدي؟ المهدي ما هو من البشر. المهدي من البشر. وباختصار يعني ايش المهدي؟ وعيسى عليه السلام من البشر، يعني لا نزال في اطار موضوع البشر. ثم عيسى عليه السلام بده ينزل برسالة محمد، يعني صلى الله، بده يكون خاضع لتشريعات الإسلام، مش شيء جديد. جيد. هنا السؤال، هون في ناس لأنهم ممكن بزعموا، مع أن هاي دخل الآن ما لهاش علاقة بموضوعنا، ممكن يزعموا أنه طيب الزعم قال القول أنه عيسى بده ينزل هذا مناقض لختم الرسالة. في ناس قال بدهم ينكروا نزول المسيح. طب ما هو أصلا موضوع المسيح نزول أحاديث كثيرة جدا بلغت التواتر، مش بس الصحة، بلغت التواتر مش بس الصحة. فهذه أصلا مش محل اجتهاد، حتى يقعدوا بعض المتفلسفين اليوم ومن المسلمين ومن علماء المسلمين كمان يا أخوي، بعد من علماء المسلمين يزعمون أنه المسيح مش رح ينزل، وبيقدموا لي أدلة تافهة أنه قال مثل إيش يا أخوي؟ قال شوف هاي ودتونا على محل ثاني تعدهاش. فهون بعضهم قال هذه بدعة نصرانية انه المسيح صعد وبده ينزل، بدعة نصرانية انه صعد. ونسيوا قضية مهمة جدا وبدنا نسألهم سؤال يجاوبونا عليه، يجاوبونا عليه. مدام هذه بدعة نصرانية، طبعا القول بدعة نصرانية منين جبتوها والاحاديث هيها متواترة؟ بدنا نسألهم سؤال ويجاوبونا عليه. المسيح عليه السلام قبل الإسلام بكم؟ بقول لك قبل الإسلام بستمائة وعشر سنين. قبل الإسلام بستمائة، لأن الرسول بعث 610 ميلادي، 610 ميلادي. طيب 610 سنين كان في ناس يقولوا من النصارى
انه المسيح صعد وبده يرجع، بقول لك ما هي بدعة نصرانية. طيب الله بيعلم ولا بيعلمش 600 سنة وهم بيقولوها، او اقل من 600 لان اخترعوها بعدين، هم اخترعوها قبل. طب بيقولوها 600 سنة القرآن، الله بيعلم ولا بيعلمش منهم بيقولوها؟ بقول لك بيعلم. اي مدامه بيعلم، ليش هو النبي الوحيد اللي تقريبا مرتين في القرآن قال انه رفع؟ مدام عارف انه في بدعة بتقول انه رفع، واللي بيرفع بده ينزل، واللي رفع بده ينزل، مدام الله بيعلم، عفوا بلاش عارف، الله بيعلم انهم بيقولوها 600 سنة وبيقولوا بيأتي مرتين في القرآن وبيقول بل رفعه الله إلي إني متوفيك ورافعك، مدامها بدعة نصرانية ليش يقولها؟ خليهم يجاوبونا، خلينا يجيبون لها الأطفال، هذولا الأطفال يجاوبونا ليش ما أبعد عنها. بدوش مثل ما رفض الصليب كان لازم يرفض الرفع، هو مش بس ما رفضش الرفع، اللي بيقولوا النصارى وجاب مرتين وقال رفعنا ورافعك إلي، بشيك بل رفعه الله إلي مرتين قالها، وهو بيعلم انه 600 سنة بيقولوا انه رفع، كان لازم شو يقول؟ كان كلهم لا ما ارتفعش، مش صحيح. انتبهتوا وين؟ شوفوا الاطفال هدول بسموا حالهم علماء اليوم في مواجهة قال نصوص متواترة. طب القرآن واضح، ومن الناس هدول اللي بزعموا ما يسمى بالقديانية والأحمدية، هدول اللي خرجوا من الإسلام. المهم ايش اللي المهدي ختم الرسالة قال انه نزول المسيح بيعني انه انت بتزعم انه الرسالة ما ختمتش، ما هو طالما الرسول خاتم النبيين اذا كيف بده ينزل المسيح؟ قال يعني هذه من الادلة انه مش صحيح الرفع والنزول باعتبار الرسول خاتم. الان ما قالوا الناس هم شو معنى خاتم، شو معنى خاتم، حتى نوضح لهم شو معنى خاتم منجيب احنا مثلا آنية نوضع فيها اشياء بعدين بنختمها. شو يعني ختمناها؟ ولا بتلاحظوش الختم اللي بي ومرات بتنختم البيوت لما بيجوا على الباب الشرطة بيقولوا بيختموها. شو يعني بيختموها؟ إلها معنيين، ممنوع الدخول ممنوع الخروج، مش هذا معنى الختم؟ ممنوع الأمرين اللي هم إيش؟ إذا شو معنى ختمناها؟ ممنوع الخروج ممنوع الدخول. طيب ممتاز، شو معنى ختم الأنبياء؟ ممنوع جديد وممنوع يطلع قديم. شو يعني يطلع؟ يعني عيسى من الأنبياء القدم ولا لا؟ خلصنا، أدخلنا جديد؟ ما دخلناش جديد. هو من ضمن القديم؟ من ضمن القديم. إذن هو ضمن مفهوم الختم. يعني هل إيش اللي ختمناه هذا؟ ممنوع يدخل الآن نبي جديد. هو عيسى من الجديد ولا من القديم؟ خلاص. إذن شو يعني معناته؟ شو يعني بتناقض مع ختم الرسالات؟ ختم الرسالات والنبوات. طب ما هو نبي أصلاً، هو نبي. يعني ما جاش اشي جديد، ما جاش اشي جديد، ما هو نبي. اما اضفناش احنا في الدرجة الاولى، على فكرة احنا في الدرجة الاولى مش فيه منمنع الخروج ومنمنع الدخول، هو بالدرجة الاولى الختم يقصد فيه منع الدخول بالدرجة الاولى، بشكل غالبا هدف الناس منع الدخول. ادخلنا واحد جديد احنا من الانبياء، خلاص هاي ختم الرسالات، يعني هو من ضمنهم، خلصنا. هذا الكلام الآن مش موضوعنا هون. فالآن المهدي واحد من الناس، ولكن إذا في إنسان يصح إنه يقول إنه نقول إنه مهدي فهو، لأنه بقى التعريف كان مش بس هو مهدي، المهدي. إذا في مهدي هو من البشر وليس بنبي أصلا، مهدي من البشر وليس بنبي. ليش؟ يعني عمر بن عبد العزيز ما كانش مهدي؟ عمر بن الخطاب مش مهدي؟ مش هيك؟ يا ما بتشوف مهديين، ولا الشافعي مش مهدي لا يكون. انتبهتوا كيف؟ صنعاء بتبعد عن مكة أكثر من 850 كيلو هوائي، ومن هون لغاد كمان 1000 بساعة ساعتين ثلاثة بالنسبة لزمان، لا في طيارات ولا
ولا غيره خارقة خارقة فعلا انه عفريت. تمام؟ طيب قال انا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يرتد اليك طرفك ها؟ نشوف ما نشوف. هو اختلفوا مين هو اللي عنده علم الكتاب، مع انه رسالة وصلت، اللي هو قال الذي عنده علم من الكتاب، انه اساس قدرته اللي راح نشوفها نابعة من وين؟ من علم الكتاب. الى ايش مين هو؟ لشو بلزم يعني مين هو؟ يعني القرآن ما ذكر مين هو، ذكر الاهم من مين هو. ايش هو؟ انه في عندي قوة عفريت جن، وجن لانه واضح انه الجن طاقة قدرة اكبر من الانس. انتوا لاحظوا اليوم احنا لاحظوا اليوم مثلا كيف لما بنحول المادة لطاقة تعطينا قوة هائلة، نحول المادة. ومين اقرب لمفهوم الطاقة، الانس ولا الجن؟ الجن اقرب لمفهوم الطاقة. احنا الان بدنا قوة بنحول ايش لطاقة، هذه الطاقة بتجدها بتقود ايش شاحنات ضخمة بسرعة هائلة، قوة هائلة. فواضح انه الجن اقوى، ومش اي جن، هذا عفريت. تمام؟ عفريت. هيا عم بقول انا بجيب لك اياه بساعتين ثلاثة الاخيرة المقام اللي معتاد سليمان عليه السلام يجلس فيه الاستشاريات، لان واضح الاستشارة. الان قال الذي عنده علم من الكتاب، إذن التركيز يجب أن يكون عندنا في موضوع علم، عنده علم من الكتاب، بهمناش مين، لأنه في عندنا قوة. لأنه طب مين هو الجني العفريت، شو اسمه؟ البشر بصيروا بدهم يعرفوا فيه. خلاص فهمنا أنه يعني عفريت يعني مارد متمرد قوي، قوة هائلة، جن مش إنس، يعني قوة أقصى قوة بالنسبة لها المخلوقات المكلفة، هاي الإنس والجن المخلوق المكلف. بس خلاص ما طلبناش اسمه للعفريت، إنما سبحان الله في موضوع الذي عنده علم الكتاب بدنا نعرف أنه. لكن هنا الآية بدها لاحظوا بين القوة والعلم، وكيف إنه في النهاية مين اللي يتفوق؟ العلم. مين اللي يتفوق؟ العلم على القوة، الجبروت، العلم. وإذا بدنا يعني نقعد إحنا وياكم نشوف مين، أولا ما فيش عندهم أي دليل مين، ولكن يشتهر في كتب التفسير إنه اسمه آصف أو آصف، مش قضية، ناس بيقولوا آصف وناس بيقولوا آصف، ابن برخيا ابن برخيا، واضح مخذينها من أهل الكتاب، واضح مخذينها من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، ويبدو من كعب الأحبار. ملاحظين قصص آصف آصف وآصف، ابن برخيا ابن بوخيا، مش قضية بتعنيناش. والمرأة هاي الملكة بلقيس ولا بلقيس، مش قضية، مرات الناس يقولوا بلقيس بلقيس، مش مهم. قالوا ملك، ايش دلالكم، ايش دليلكم انه ملك؟ قالوا جبريل، ايش دليلكم انه جبريل؟ قالوا لا من الانس، طب انو من الانس؟ قال من الانس وزير سليمان اصف واصف. طيب شو الدليل؟ قالوا طيب رووا عن الرسول، لا صلى الله عليه وسلم. طيب اجى الرازي، الرازي المفسر المشهور، قال لا هو سليمان، هو سليمان اللي عنده علم من الكتاب. في بعض الناس اللي بمر مرور سريع على مثل هذه اللفتات قالوا اصلا السياق لا يحتمله، يعني بتجد اكثر من مفسر كان قال لك هذا الكلام كلام الرازي يعني مش صحيح لانه السياق لا يحتمله. بس فكر فيه مظبوط، ليش نظلم الرازي؟ خلينا نحط كلامه
ضمن الكلام المعتبر اصلا، لانه انتوا لو بدكم تفهموا السياق كان دبرتوها زي ما بيدبروا غيرها. انا اقولكم كيف القصه يبدو. خليني اتبنى قول الرازي الان، مش اتبنى يعني بدي اقول هو صح، بس بدي اعبر عن الرازي شو قصده، انه قال الذي عنده علم الكتاب يعني سليمان. سليمان على ما يبدو، اولا احنا بنعرف 100% في الجلسه الموجوده بنعرف شله سليمان، تعرفوا غيره؟ والعفريت اللي هو مجهول، تمام؟ نعرف غيرهم في الجلسه؟ طيب احنا متاكدين 100% انه سليمان عنده علم من الكتاب، لانه اصلا هون المقصود بالكتاب اللي هو جنس الكتب السماويه، جنس الكتب السماويه، لانه الله كان ياتي الانبياء والرسل كتب الوحي، هذا الوحي، الوحي الذي يكتب. الوحي على فكره مش بس يسمع زي القرآن مثلا، الرسول كان بيسمع من جبريل وكان بيكتبه كمان، لأنه مش بس قرآن وكتاب كمان. والأنبياء السابقين مش بس تعليمات نظرية شفهية تقال للناس، ويكتب ويكتب، تمام؟ هذا عنده علم من الكتاب. أنه كتاب، في ناس قال اليوم يعني قالهم ركزوا على قضية العلم بالذات ونسيوا انه من الكتاب. ما يقعدوش يقولوا لي علم وبس، هذا علم مأخوذ من وين؟ من الكتاب. انه كتاب، جنس الكتب السماوية، هذا اللي اتينا موسى الكتاب واتى فلان الكتاب، هو بس محمد اوتي الكتاب؟ ولذلك بعضهم شو قال؟ هو اللوح المحفوظ، هو اللوح المحفوظ. ما هو برضو حتى اللوح المحفوظ، ما هو القرآن اصلا نزل من اللوح المحفوظ بشك، اول ما نزل الله سبحانه وتعالى نزله من الذات الإلهية إلى اللوح المحفوظ، بعدين نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ليلة القدر، إلى ثم تنزل به جبريل عبر 23 سنة. هو الرسول اللي أوتي الكتاب وبس، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، بشك جنس الكتاب هذا. فهذا عنده علم من، طيب أوضح كيف ممكن يعني أنه يكون على رأي الرازي، ندافع عن الرازي يعني، لأن لاحظت بعض المفسرين كان قال يعني هذا قال السياق لا يحتمله. لا، مش صحيح الكلام، لاحظوا كيف السياق بيحتمله تماما. سليمان بده هاي العفريت موجود، والقوى المختلفة موجودة البشرية وغيرها، ها؟ سليمان يقول أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. بده يبين الآن كيف إنه ما أوتيه فوق كل القدرات، فهو نوع من ايش؟ ايكم بده يفحصهم الان مشان يوريهم ايكم ياتيني بعرشها قبل أي. طبعا مين اللي قام منهم؟ العفريت. اذا العفريت ماله اكيد واقف، يعني غصب عنه بده يكون مؤدب، وقف مليح، ها؟ قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. لاحظوا شو قال له، بدي اقيم. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي، ها؟ قال سليمان، وبعدين بأوريكم ليش مش قال سليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه أبلغ قدرة ممكنة كانت، أكبر قوة هي العفريت، بقول لك أنا بجيبه يعني خلال ساعتين ثلاثة بشيك. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فيش داعي أحد يقول جيبه ولا هو قدامه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. كيف يعني إذن السياق بئبة؟ شو اللي خلاهم ما لاحظوا هذا من فضل ربي؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، إذن مما تفضل علي به الله مشان يوريهم. مش الأنبياء كانت تقدم معجزات؟ الأنبياء كانت تقدم معجزات ولا لا؟ بس هذه مش معجزة لعلمكم، شوية صغيرة، هذه مش معجزة، هذه أقل من معجزة، تمام؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. سليمان عم بتكلم، سليمان اللي احنا متأكدين في الجلسة انه عنده علم كتاب، فمن دون ما نروح لأي واحد ثاني. فلذلك كلام الرازي أبدا مش بعيد، انه يكون إذا قصد إنه يبين الحضور كلهم بما فيه الجن حتى المسخرين اللي بيقوموا بأعمال خارقة
انه سليمان اوتي ما هو اقوى من اقوى وافضل منه، وتفضل الله عليه باكثر من هذا، مين فيكم بيجيب؟ هذا العفريت اكيد اقوى واحد. قال له انا لا اجيبه. انت بتجيبه بسعتين؟ انا قبل ان يرتد اليك طرفك. فعلا ما رأى. طب لماذا ما كانش النص كالتالي؟ قال سليمان انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ليش ما قالش قال سليمان؟ ممكن اذا بدنا ندافع عن الرازي، ممكن انه لو قال سبحانه وتعالى قال سليمان معناته معجزة. معناته معجزة. شو يعني معجزة؟ لا تتكرر الا على ايدي الانبياء، انتهى الموضوع. اما كونه ينسب الى علم الكتاب بده يقول لنا احنا يا بشر ديروا بالكم هذه مش معجزة، هذه يمكن انتم في يوم من الايام توصلوها اذا بيكون عندكم علم الكتاب، لانه الكتاب موجود الى يوم القيامة. الان بالقرآن الكتاب موجود الى يوم القيامة، واذا انتم تستطيعوا تتوصلوا لقوانين من خلال الكتاب بصير عندكم هذه القوة. ولا لو قال سليمان كان خلص رفعنا ايدينا، هذا معناته معجزة، هذا معناته لا يتكرر. اما قال الذي عنده علم سليمان، هيك ممكن كان المقصود، قال الذي عنده علم من الكتاب واخفى موضوع سليمان، هذا اذا بدنا ندافع عن الرازي كلامه اذن منسجم تماما، فيش اشكال. اذا يا محترمين ممكن المقصود الرسالة وصلت معناته احنا البشر اذا بنحاول نستفيد من العلم الموجود في الكتاب، وانا ملاحظ على فكرة انه بدت الامور اسرار القرآن تتضح، وممكن لقدام شوي تشوفوا العجب. اذا علم الكتاب بسخر لكم الكون، علم الكتاب بحل مش بس مشاكلكم الاجتماعية والاقتصادية لا وكمان علم الكتاب ممكن يؤدي لتسخير كوني. احنا اليوم صرنا قادرين انه في البداية الصوت انبثه ونلتقطه بسرعة الضوء مش بسرعة الصوت. الصوت بالراديو صرنا ناخده انبثه بسرعة الضوء مش بسرعة الصوت، بحيث انه اذا في ناس بيلعبوا برشلونة مع، بس بدي ابعدهم شوية، افرضهم بيلعبوا بامريكا برشلونة مع ريال مدريد، افرضوا انهم بيلعبوا وين؟ في امريكا. واحد من الناس اللي دافعين اكثر بقعدوهم وين؟ قدام، وفي تلفزيونات بتصور، واجا لحظة ضرب ميسي الفطبل، احنا بنسمعه في الدار هون قبل اللي في اخر الاستاد، لانه ضربة الفوتبول بتوصل اللي في اخر الاستاد بسرعة الصوت. لكن اذا كان التلفزيون اللي بيصور قريب، اللي دافع التيكت التلفزيون بيصور قريب، بنقل لنا بسرعة الضوء، وبما انه احنا قراب من التلفزيون بنسمع الضربة قبل. كان حدا بتخيل هالكلام؟ انك انت تسمع الضربة في الملعب قبل اللي قاعد في الاستاد؟ انت هون؟ طيب بعدين صرنا ناخذ الصورة ونبثها ونرد نجمعها بسرعة ايش؟ الضوء. ما هو الموجات الكهرومغناطيسية سرعة الضوء، نبث ونلقط، هاي صرنا. الان العلماء بيبحثوا المادة نفسها. الإشكالية وين عند البشر على فكرة؟ إنه إحنا منحول المادة لطاقة، لكن ما عندناش قدرة نحول الطاقة لمادة نرجعها. الآن جديد بدوا البشر يقولوا لا، في واضح في علوم الفيزياء إنه الآن إحنا بإمكاننا، بس المسألة بدها بحوث أكثر الآن، وبعد عملوا تجارب بإمكاننا نحول الطاقة لمادة. يعني بمعنى آخر بكرة المادة غير الحية، بالذات المادة غير الحية، ما هو هذا العرش غير حي، المادة غير الحية. مثل ما إن إحنا من لحظة بنلقط الصورة ومنبثها في الهواء وبنلقطها بالضبط زي ما هي مش هيك؟ بكرة ممكن يصيروا إيش؟ والعلماء اليوم بيقولوا نعم، علماء الفيزياء بيقولوا نظريا نعم، وعمليا جربوها شوية في حدود بسيطة،
انه احنا ممكن الان نصير في المستقبل نبث المادة غير الحياة، نبث المادة ونلقطها نرجعها. وانت بتشوفوا الخيال العلمي، هذا افلام الخيال العلمي بيختفي من هون قال وبيبين هناك هذا. وثبت انه كثير من افلام الخيال العلمي القديمة تحولت لواقع الان، وكثير اليوم من افلام ديروا بالكم، كثير اليوم من الافلام هاي اللي بتشوفوها بسموها الخيال العلمي بتكون مستندها كثير من الابحاث، بنسميها خيال. ياما اشي كان زمان خيال صار واقع. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.